تربيت روح العب لك بعيد عدن دي مسالة لا سلاح ولا رشاش لا انت ولا عفاش اللي هنود دخلة هنبالي ما هنبالي ما يا حوتي يا شيطان راكن على إيران جوك بلادي فاروتي نعيش مريم في حلق السماء وعنه تفتش قالوا عدوة أبد العدوة طيبة السماء على قرب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، اليوم بعرفكم بزميلي، زميلي اللي قتلوه. نشوف من هناك عبد الله قابل لإعطائنا آخر المستجدات. مساء الخير عبد الله. مساء النور أخت آسيا. حدث عظيم، شهداء وطن وأمر جلل بمحافظة ذمار. مراسل قناة يمن شباب يغيب عن تغطية الحدث ولأول مرة على غير العادة. الزميل عبد الله قابل. طبعا زميلي عبد الله قابل شاب صغير، هذا تزوج وقع له بنت وكان فرحان فيها، وكنا دائما لما تحصل حاجة في ذمار نتصل به، كان دائما يقول الحقيقة، يعني نقول لنا حصل كذا حصل كذا حصل. شخص مدني، كان شخص مدني، ما اعتقدش انه حمل السلاح الا يمكن يوم عرسه. الكوادر المتميزة والمتفانية في المجال الإعلامي في محافظة ذمار. تخيلوا هذا الشخص اللطيف الوسيم الأنيق خريج الجامعة اللي كان يشتغل مراسل لنا ولعدة قنوات ثانية وصحف، أخذوه الحوثيين هو زميله العيزري وودوه مخزن سلاح تابع للحوثيين، وهم عارفين أنه هيقصفوا الطيران، دارين ان الطيران بيقصفه وطرحوه هنا في المكان هذا. كان في مجموعه كثير برضو من الناشطين، كان في امين الرجوي وهو كان رئيس سياسيه الاصلاح في اب، وكان زي ما قلنا العيزري موجود، ومجموعه برضو من الشباب. تخيلوا انهم حبسوهم في مكان عارفين ان الطيران بيقصفه، تخيلوا. أنا الآن مش قادر أتخيل. صحفيين وناشطين قيادة أحزاب مش مسلحين، ولا معاهم ميليشيا، لو كانوا مسلحين ولا يشكلوا خطر كانوا بيدافعوا على أنفسهم، ما في معاهم حاجة. أخذوهم ودوهم هذا المكان. الجماعة يدعون الدين لابد أن يطبقوا قواعد. مثلا نحن في أنصار الله، أضرب لك مثال، لكن مثلا الأسرى كلهم يشهدون بأن أنصار الله كانوا يعاملونهم معاملة جيدة. إذن هذه الجماعة أنصار الله يتقيدون بالقرآن الكريم بأوامره، يعني حتى مع خصومهم. تتكلم على الأخلاق القرآنية وأنتم ما خليتهمش واحد يروح عند بنته، ما خليتهمش أم عبد الله قابل تروح تشوف لما انفجر المكان اللي هو فيه، تشوف هل هو مات ولا ما مات. دماغ ماتت زوجته وهو محبوس، ما خليتوش يخرج يقبر. فتحي العزب تزوجت بنته واحتفل معاها برسالة، أخلاقكم القرآنية سمحت أن الرسالة تخرج. أب يوم عرس بنته مش قادر يروح يحضر معاها العرس، بس خليته من الرسالة تخرج، أخلاقكم القرآنية سمحت لكم. أيش الخطورة مثلا اللي ممكن يمثلها عبد الله قابل ولا الرجوي ولا العيزري ولا محمد حسن دمعي ولا فتحي العزب؟ ايش الخطوره اللي يمثلوها علشان تاخذوهم وتحبسوهم تعملوهم دروع بشريه تقتلوهم بطريقه؟ كيف جاءت الفكره هذه برؤوسكم؟ يعني في النهايه انتم بشر، يعني هل معاكم قلوب؟ هل معاكم يعني في النهايه تجي تحبس لي الناس هذوم في اماكن تعرف ان الطياره هيقصفها وهم ما يحاربوش؟ يعني واحد جالس في بيته مراسل لقناه اتصلوا له يجاوب،
تقوم تعمل بها كذا؟ كيف تقدر تروح ترقد بالبيت؟ كيف تقدر تأكل؟ كيف تقدر تشرب؟ كيف تقدر تشوف بوجوه أطفالك؟ شلنا كنتم مظلومين زمان، جلستم تبكوا والطيران والأهالي والناس والأسر اللي ماتوا يعني المفروض أنه يكون عندكم حساسية في الموضوع هذا، يعني قصدي أنه أنك تأخذ واحد وتطرحه في مكان الطيران المفروض يقصفه، ولا أنك تعتقل الناس بالسن هذا، ولا يعني المفروض يكون عندكم حساسية بالموضوع هذا. أنتم برضو كان معاكم معتقلين وكنا نخرج نصيح ونقول لا الاعتقالات مش كويسة وفي النهاية تتعاملوا مع الناس بالبربرية. وحشية هذه، والله وحشية. يعني كيف تقنع مع شيء مؤلم والله؟ وهذا الألم لا تحسبوش أنه ممكن يكسر الناس، الألم هذا ستحول إلى طوفان ضدكم، ستحول إلى عصير، الناس سيأكلوكم أكل. ما تخافوش من الناس، تفتكروا أن الناس هذم كلهم اللي خرجوا في جنازات هذم الضحايا أنهم هيسيبوكم؟ يعني هذه جرائم لا تنسى، ما حدش يقدر ينساها، ما حدش يقدر ينساها. هذا الجرائم لما تكون بالطريقة هذه ما حدش يقدر ينسى، ولا تفتكروش أنه حد بينساكم ولا بينسى جرائمكم هذه. شفنا الجنائز هذه المهيبة، جنازة عبد الله قابل وجنازة الرجوي، فين بتروحوا من الناس هذون كلهم؟ يعني هذون كلهم دواعش، هذون الناس كلهم، هذون الأشخاص، الناس هذون كلهم كانوا يحبوهم، كانوا بالنسبة لهم أشخاص مهمين، وأنتم قتلتوهم. يعني أنتم فاهمين إيش المزنقة اللي أنتم فيه الآن؟ أنا ما عاد بتكلمش، أنا بخلي بنت الشهيد هذه تتكلم، وأتمنى إن إحنا بعد سنة ولا سنتين ما نشوفش بنات أشخاص منكم يوقفين يقولين نفس الرسالة. أتمنى هذا ما يحصلش.